مشكلة الموسم والله يقول لك دايما أنا إزاي أخس بشكل سليم ومش بس كده، وإزاي ما أرجعش في الوزن بسرعة، وإزاي في نفس الوقت الواحد يقدر إن هو ما يحرمش نفسه ويبقى جاي على أعصابه والمود بتاعه يبوظ وهو بيخس. كل الحاجات دي علشان تحصل بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد من أعصابنا وبتاخد من فلوسنا، حاجات كتيرة جدا. إزاي بقى البديل لكل اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم ده يتم على الأرض وفي نفس الوقت بأقل تكلفة وبأقل إمكانيات وباقل مجهود؟ كل ده بقى هنعرفه من دكتور دينا ابو السعود اللي منورانا النهارده. طبعا دكتور دينا ابو السعود الاخصائي او المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. بونجور. بونجور يا حبيبتي. يعني ملفات مهمه كالعاده كل مره، والسؤال ده على فكره محير ناس كتير، ازاي اخس وما ارجعش، وازاي اخس بطريقه سليمه، وازاي اخس مش بقى اخد حاجات بتزود ضربات القلب او بتلعب في اعصاب المخ، الحاجات دي كلها طبعا زي ما احنا عارفين مضره وما بقاش في حد عايزها اصلا. صح. طبعا مرض السمنة أنا بسميه مرض العصر. مرض السمنة باب لأمراض كتيرة جدا زي القلب، السكر النوع الثاني، أمراض العظم، أمراض كتيرة جدا بتبقى، والضغط والحاجات دي كلها بتبقى أحيانا نتيجة مرض السمنة. طب إزاي نقدر نخس بطريقة صحية، وإزاي نقدر نخس ومش نحس إن إحنا تعبانين؟ ان احنا لازم نعتمد اولا على اكلنا في البروتينات والالياف، دي اول حاجة. ما يبقاش التركيز على النشويات والسكريات اطلاقا، لازم السكريات نقللها بقدر الامكان والنشويات نقللها، والاعتماد الاكبر على الكلام ده. لازم ننام 8 ساعات على الاقل، النوم المتقطع والنوم اللي بيبقى الفجر والنوم اللي مش منتظم ده بيتخن، لان بيعمل لخبطه في الهرمونز وبيخلي الكورتيزول يعرف الجسم وبالتالي بنتخن. والصحة النفسية مهمة جدا جدا عشان نعرف نخس. وأحيانا بيبقى طبعا السمنة بيبقى نتيجة أمراض وراثية، وأكيد رقم واحد في السمنة أنا بسميها سمنة مطبخ، زي ما أنا قلت الأكل والحاجات دي، ولازم نشرب مية كويس قوي ونغير اللايف ستايل بتاعنا. لو مش عارفين نعمل الدايت، لان لازم نمشي على دايت عشان نعرف نخس، ان احنا ناخد السعرات الحراريه اقل من المطلوب. اعتقد اكتر من 70% مننا بيبقى صعب يمشي على دايت او صعب ان هو يقدر يتحكم في شهيته، فوقتها بنلجأ لمنتجات او مكملات غذائيه امنه، ما بتشتغلش على المخ زي ما قلت يا نهاوند، بتبقى مكوناتها طبيعيه وبتقدر تتحكم في معدل الشبع وتقفل الشهيه بتاعتي. من اهم المنتجات اللي نزلت في الفتره الاخيره هو منتج بيستا اللي من انتاج شركه بايو ناتشرالز، وبرجع اقول برضو للساده المشاهدين ان شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لكورس بيستا كله. ازاي نقدر نحصل على منتج بيستا؟ من خلال ارقام شركه بايو ناتشرالز اللي على الشاشه او من صفحه الفيسبوك بايو بيستا. اوكي كويس جدا، وعليها كل التفاصيل والشرح اكتر لو حد عايز كمان يتعرف على معلومات. هو طبعا بيستا يعني بقول انه امن، لانه اولا مرخص وزاره الصحه المصريه. ثانيا ازاي بيقدر بيستا يتحكم لي في معدل الشبع من غير ما يشتغل على المخ، لانه عباره عن الياف. من اهم الالياف الشوفان والقمح وقشور السيليوم. الالياف دي طبعا بيستا بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه، هو كيس بيتذوب في ميه، بس ميه بتبقى يعني كوبايه حلوه، لان لما كل ما بتكتري في الميه كل ما بتنفش في المعده اكتر. أوكي. بيمتص الميه وبياخد حيز كبير في المعده، فلو انا مستنيه في الوجبه الرئيسيه جعانه جدا جدا وعماله عايزه اكل كل الاكل ده، مهم قوي على فكره ان انا لو عايزه اخس اكل بطيء يا نهاوند. ما هي دي برضو صعبه. يعني عارفه مش سهل انك خصوصا لو الواحد جعان بياكل بسرعه. ممكن ناكل ونتكلم يعني في ناس بقى ايه تقعد مركزه في الاكل وما تتكلمش، تك تك تك. هرمون الشبع بيتفرز بعد تلت ساعه، فانا لو قعدت كل شويه اكل حاجه هلاقي نفسي شبعت في خلال تلت ساعه. وفي ناس بتتعمد تاكل بسرعه عشان ما تشبعش، عشان هي الاكل شايفاه حلو. لا يعني ده خطر جدا. اوقات بجد بيصعب علينا نشبع، صح ولا؟ ايوه صح. فالاكل حلو، العزومه حلوه، القعده حلوه، طب وانا اشبع بدري ليه؟ بالظبط. فطبعا الالياف دي بتاخد حيز في المعده، بلس ان هي بتمنع لي امتصاص الدهون، ودي حاجه كويسه جدا. وداخل كمان منتج بيستا عندي فيتامين سي اللي بيساعد على حرق الدهون، والكروميوم اللي بيظبط لي معدل السكر في الدم. فمنتج بيستا رائع، بيقدر يخسس في الوزن، وطبعا معاه الكورس. يعني انا مهم قوي ان انا اخد الكورس كامل مع بيستا. حلو جدا. طيب نتكلم بقى عن الكورس بالظبط، ايه المحتويات مع بيستا؟ الكورس اول حاجه طبعا الب مالتي فيت. الب مالتي فيت من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده دلوقتي في الماركت، لان الب مالتي فيت داخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن. لو انا خسيت وما خدتش فيتامينز هيبقى باين عليا كوش،
تحت العين بايظ، الوش شاحب. اوكي، ده عشان مقدار الاكل قل، فبالتالي الفيتامينز اللي داخله جسم بتقل. بتقل. اوكي، بس ده لو انا باكل اكل سليم او اكل صحي، ولا لو انا ما باكلش اكل صحي؟ هو بيبقى احيانا صعب انك انت، طبعا انا مع الاكل الصحي جدا، والاكل الصحي صعب انك انت، انا عايزه مقادير من الفيتامينز، عايزه تركيزات معينه. فانا حتى فيتامين سي مثلا موجود في الجوافه، موجود في البرتقال، موجود في الطماطم، الحاجات السترس، بس محتاجه 1000 ملي جرام. انا اوريدي داخل الب مالتي فيت عندي 500 ملي جرام، فانا مديه مساحه كمان للاكل الصحي. الكالسيوم محتاجه 1200 كل يوم، مش هناكل كل يوم بيض ونشرب كل يوم لبن. وفي ناس عندها حساسيه من الالبان عامه، فبيبقى صعب انها تعرف تاخد الكالسيوم من مصادر الاكل. يعني محتاجه فيتامين بي يوميا بتراكيز، فبيبقى حتى مع الاكل الصحي بيبقى صعب ان انا اعرف اوازن واخد الفيتامينز بتاعتي كلها. فعندي داخل الب مالتي فيت فيتامين سي الحلو جدا لنضاره البشره، اللي بيساعد لي على امتصاص الحديد، لان الحديد قلت قبل كده بيبقى امتصاصه صعب جدا، فبيقي من الانيميا. عندي داخل كمان الب مالتي فيت الزنك. الزنك مهم جدا. اوكي. مناعه، مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك مهم لكل الخلايا اللي بتتجدد في الزنك، مهم لضوافري عشان ما تتكسرش، مهم لشعري عشان ما يقعش، مهم لخلايا الدم جدا. وحمض المعده اصلا بيحب معدن الزنك جدا، فبتلاقي بيشتغل بكواليتي اعلى كمان. عندي داخل الب مالتي فيت طبعا الكابر، النحاس، لان زنك لازم بيبقى معاه كابر طول الوقت بنقول كده. عندي داخل الب مالتي فيت يعني اللي بيميزه قوي 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 عائله فيتامين ب الكامله كلها، يعني الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 مهم لتكوين كرات الدم الحمراء. عندي كل فيتامين بي مهم لصحه اعصابنا، مهم للايض، سرعه معدل الايض، مهم لحرق الجسم، مهم للميتابوليزم. وعندي كمان داخل الب مالتي فيت الكالسيوم بنسبه 70 ملي جرام، المهم لتقويه عضلاتنا وتقويه عظامنا وعضله القلب كمان. حلو جدا. لا ده كده، طب احنا هنعوز ايه تاني؟ ده كده كتير. بس طبعا الب مالتي فيت بتاخد قرص واحد في اليوم. ده الاستعمال بقى. قرص واحد في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء، لا احبذه قبل النوم لانه بيزود لي عندي الطاقه عشان فيتامين بي. بيستا بيتاخد يا اما ساشت واحده او كيس واحد او اثنين او ثلاثه على حسب الفريق الطبي اللي موجود في الشركه، هم حسب بقى الوزن والطول، هم بيسالوهم على كل التفاصيل دي. طيب تعالوا بقى نروح لاسئله السوشيال ميديا. بسمه مصطفى طولها 168 وزنها 112. ايه ده كتير قوي. كتير صح؟ كتير طبعا. حاولت. بس في اوزان كده كتير يا نهاوند يعني. فعلا طبعًا. ده بيبقى فاتس ولا ده بيبقى ايه؟ لا فاتس طبعا. فاتس. يعني ما بيبقاش فيه ميه زايده او الحاجات احيانا دي. بيبقى فيه ميه زايده طبعا، بس الميه مش هتعمل كل الكيلوهات دي يعني، بيبقى فاتس. حاولت تعمل دايت كتير، بتقول بتخس بصعوبه جدا لان حرقها قليل. هي ما قالتش برضو سنها، لان يفرق شويه السن بتهيألي في موضوع الميتابوليزم او الحرق. هل الكورس ده يناسبها وممكن تخس بعد قد ايه؟ الكورس هيناسبها جدا، ولازم تبدا معانا الكورس من ساعه ما شافتنا. بتتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هتخس قد ايه؟ ما بعرفش احدد قوي انا هوند هي هتخس قد ايه، لان كل واحد، انت قلتي الحرق بتاعها ضعيف، فممكن هي حتى بتقول بالظبط، فممكن حد حرقه اعلى بيخس بسرعه كمان. هيطلع، هي مهم جدا، هيطلع مع الكورس القهوه الخضراء اللي هتساعد جدا، الجرين كوفي بتساعد جدا زياده في عمليه الحرق، هيطلع لها مع الكورس ده. والحلو كمان في شركه بايو ناتشرز ان هي بتتابع الحاله كل اسبوع. هل ممكن حد يختار حاجه من الكورس اللي معروض دلوقتي على الشاشه؟ يعني مثلا حد يقول لا انا هاخد مثلا الب مالتي فيت بس، ومش عايز بيستا عشان ما اخسش قوي، انا هاخد مثلا الجرين كوفي. هل يعني هل ممكن البني ادم يختار براحته؟ هو اوريدي الب مالتي فيت بيتاخد للناس عايزه تخس والناس اللي مش عايزه تخس. فممكن اللي بيتفرج علينا ومش عايز يخس ممكن يكلم الشركه يطلب الب مالتي فيت فقط. والجرين كوفي، الجرين بقى كوفي لازم يطلع مع بيستا. لازم مع بيستا. بالظبط. ماشي. بتقول مينا، بتقول ابنها عنده 15 سنه وهو نحيف جدا، بس فجاه بدا جسمه يزيد، ما بقتش قادره تسيطر عليه لحد لما وصل وزنه ل 95 وهو عنده 15 سنه. صغير قوي. خايفه اجرب اي منتج يضره، فهل الكورس ده مناسب للاطفال؟ الكورس مناسب، 15 سنه مناسب جدا، بيستخدم من سن 13 سنه، ما فيش اي مشكله. بياخد معانا الكورس واوريدي كمان هيقدر يتابع الحاله كل اسبوع مع شركه بايو ناتشرز، الفريق الطبي اللي موجود داخل الشركه. ماشي. عصام المهدي عنده 45 سنه وزنه كويس، بيقول كنت بلعب رياضة وحصل الظروف، بقالي فترة مبطل بس ظهري
ظهر لي كرش ومش عارف انزله خالص. دهون البطن او الكرش دي بتهيألي حسب ما انا بسمع من اصعب الدهون طبعا طبعا اكتر يعني غير طبعًا. الناس اللي مليانه من تحت مثلا طبعًا طبعًا. او رجلها. ومشكله الناس اللي بتلعب رياضه فتره ووقفت رياضه بتخن بسرعه جدا. واكتر دهون صعبه وعنيده بتبقى دهون البطن، وبتبقى دهون اصلا كمان بتتمركز في البطن لان الخلايا الدهنيه كتير قوي بتبقى في البطن فبتاخد الدهون معاها. وعلى طول بقول ان دهون البطن هي اخطر دهون لان هي اللي فيها الفسر الاحشاء بتاعتنا الكبد والبنكرياس وحاجات كتيره. يقدر يستخدم كورس بيستا، هيطلع له طبعا بيستا وهيطلع له الب مالتي فيت وهيطلع له الجرين كوفي، وكمان الشركه عامله فيتامين د هديه مع الكورس، وهيقدر يخس وهيقدر طاقه وثقه اكتر. وكمان الفريق الطبي هيتابع معاه الحاله كل اسبوع. طب هل الكورس ده، احنا مش هينفع نقول سعر معين، بس هل الكورس ده في متناول كل الناس؟ يعني بنتكلم من اجره محدود او يعني الراتب بتاعه محدود فيما اقل فيما اعلى؟ الحلو في شركه باي ناتشرالز اللي هي طرحه الكورس بسعر معقول جدا لكل فئات المجتمع. يعني دي حاجه تحسب لهذه الشركه ان فعلا السعر رائع وفي متناول الجميع. عايزين نعرف السعر يا اما عن طريق باي بيستا الفيسبوك، صفحه الفيسبوك يقدروا يستفسروا، او عن طريق الشركه يقدروا يتكلموا عن طريق الارقام ويعرفوا السعر الكورس كام. طيب هايل. عصام المهدي عنده 45 سنه، وزنه كويس كان وكان لا ايه ده سوري كررت نفسي. دعاء محمود بتقول انا كنت حامل كان عندي ذلال حمل، انا معرفش ايه ذلال الحمل ده، دكتور قال لي لما تولدي هتخسي بس ما حصلش، وبقالها 4 سنين بتعاني من زياده الوزن، الحيض ما جالها انزلاق في الغضروف ومحتاجه اخس على الاقل 5 كيلو في الشهر، فهل الكورس ده هيناسبها؟ طبعا هيناسبها جدا. بس ايه دولال الحمل ده؟ قلب من كده بينزل مع الحمل، احيانا سيدات الحمل بينزل منهم القلب من ده الزلال، بتبقى حاجه بينزل منهم القلب؟ القلب من حاجه بينزل بتنزل في البول. لا 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 ايه ده؟ لا لا حاجه بتبقى في البول وبتبقى حاجه طبيعيه احيانا مع الحمل. هي تقدر تستخدم ما دام خلفت وكده، هو اوريدي امن جدا لللاكتيتنج مادر حتى لو بترضع، فبتقدر تستخدمه. وخمسة كيلو هيبقى سهل جدا جدا مع كورس بيستا، لان اقل حاجه بيخسوا من 5 ل 6 كيلو، ده اقل حاجه في الكورس في الشهر، فيبقى سهل جدا. وهتلاقي هو ده يبقى مفيد جدا على فكره. اكتر حاجه انا بشوف بيستا في رمضان وللحوامل، لان النتيجه فعاله وفي نفس الوقت. لا بص بص، الحامل مش ما سوري اللي هم بعد ما بيولدوا يعني، مش هي حامل بالزبط. حوامل بعد ما بيولدوا. أيوة طبعا ايوه طبعا. بعد الولاده هيبقى اكتر كوي. حاجه اعتقد اكتر فئتين بيستفيدوا بالظبط، هيبقوا لا وكبار السن كمان واصحاب الامراض المزمنه، ما عندهمش كبار السن عشان الحركه قليله برضه، الميتابوليزم عندهم حرق ضعيف وما بقوش ينزلوا وييجوا كتير جدا، فممكن القعده دي تخنهم مع صح. الاكل، فيبقى كويس قوي ليهم. واصحاب الامراض المزمنه كمان رائع ليهم، من سكر من قلب من ضغط، هيقدروا يتعاملوا مع كورس بيستا بكل امان. حلو قوي. طب احنا معانا برضو كيس عشان ننقل لحضراتكم الصوره بشكل برضو حي، الناس اللي جربت اللي هو الالب مالتي فيت او حتى بيستا، نشوف هم النتيجه كانت عامله ازاي معاهم ونرجع نكمل. مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما أخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر أتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف أتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جداً، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. هرجع تاني اكرر كلامي، لان ده زي ما حضرتكم شايفين حاجه ملموسه، الناس اللي هي بتخس بعد وزن اوبيس او وزن اوفر ويت بشكل كبير
بجد بيفرق معاهم كمان في شكلهم طبعاً. يعني تلاقي ماينس 10 على طول، حد صغر في السن صح. وفي نفس الوقت اللي حضراتكم خدتوا بالكم من نقطه مهمه، هتلاقوا الوش ما بيخسش، يعني الوش فيه النضاره بتاعته ما بقاش داخل لجوه. عارفه الناس اللي بتخس فتعظم، تحس ان هي عامله، حتى الناس بتعمل عمليات بيبان عليها بالزيت، تقول لي لا ارجع تاني ادخل احلى. فلا انت بتخس، وبتخس في الاماكن بالظبط اللي عايز تخس فيها، وفي نفس الوقت مش باين عليك صح. وده اللي بيحققه كورسي بيست على بالزبط. فكره صح. دي نقطة يعني انت مهمه قوي ان اخد قلب مالتي فيت مع مع بيست، عشان النضاره بتاعت وشي، وعشان شعري يفضل تقيل وضوافري الاقيها ما بتتكسرش وما احسش بتعب، لا احس ان انا بخس وعندي طاقه. وخلي بالك اول ما بخس بحس البوزيتيف انرجي دي بتديني طاقه لوحدها، وبتديني ان انا عايزه انزل واروح صح. واروح اشتغل واعمل كل مهامي اليوميه بكل سلاسه، ما احسش ان انا عملت حاجه واحده والاقي نفسي تعبانه عايزه اروح عايزه اريح. ده فعلا السمنه بتعمل ده. لا وعن تجربه بجد النقطه دي، واعتقد مش انا بس يعني مريت بيها، ناس كتيره لما بييجوا يخسوا يعني الكلام ده كان من كذا سنه، كنت بضغط على نفسي قوي في الدايت قوي، لدرجه ان بتحرمي نفسك من الاكل وبتدوخي وحاجات زي كده. انا كان شعري بيقع يعني انا شعري الواحد شعره فعلا بيقع، فكانت حاجه صعبه جدا صح. يعني طيب على كل حال هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكي معانا. طيب احنا اكيد فقرتنا لسه مستمره، قدامنا تقريبا الاربع لخمس دقايق مع دكتور دينا ابو السعود، وبنتكلم عن كورس بيستا والبا مالتي فيت وفيتامين اي فيتامين اي ده داخل البا مالتي فيت ازاي ما عرفت ما نسيته. فيتامين اي اللي احنا للاسف كمان مش بنقدر نحصل على صح. الشمس اللي هو مصدره الشمس. لا ده فيتامين دال. دال دال. طب ما الاي ايه بقى؟ فيتامين اي ده فيتامين فات سوليبل، ده من اهم الفيتامينات اللي للانتي اوكسيدنت او ضد الاكسده. ضد الاكسده ده مهم قوي ده فعلا. احنا لازم على طول ناخد انتي اوكسيدنتس، مهم جدا لان جسمي بيتعرض للاكسده يوميا على فكره. الاكل اللي فيه زيوت كتير والزيوت ده طبيعه اكلنا يعني طبيعه اكلنا بيعرض للاكسده، تعرض للشمس من غير وقي الشمس بيعرض للاكسده، البولوشن التلوث او عوادم السيارات او الحاجات دي كلها بتعرضني للاكسده. فجسمي لما بيتاكسد بيعمل حاجه اسمها فري راديكلز، دي بتعمل التهابات عاليه قوي في الجسم. فلازم طول الوقت امشي على انتي اوكسيدنت. الب مالتي فيت دخله فيتامين اي، اقوى انتي اوكسيدنت في العالم هو فيتامين اي. لو هتكلم على فيتامين د اللي كنت عايزه تتكلمي عليه، ان هو فيتامين د مهم قوي لكل حاجه، واعتقد اكثر من 80% احنا كستات عندنا في مصر او في الوطن العربي نقص في فيتامين د. اشمعنى ستات؟ الستات اكتر، ستات ورجاله، بس بيبقى مين اللي هي بتبقى تعرض للشمس اصلا. هو خلي بالك اقول لك ايه، احنا نتعرض للشمس عشان الجسم ينتج فيتامين د. المشكله ان انا عشان اتعرض للشمس والجسم يستفيد وجسمي ينتج فيتامين د، لازم يبقى الجلد معلوش يعني معلوش لبس، لازم الجلد يبقى اكسبوز للشمس ولا حتى من ازاز عشان نعرف نستفيد من فيتامين د. فيتامين د موجود في مصادر قليله قوي، ممكن السلمون، البيض بيبقى فيه نسبه قليله، السردين بيبقى فيه نسبه من فيتامين د، بس مش طول الوقت بناكل الاكل ده. فلازم اعوض جسمي لو في نقص من فيتامين د لازم اعوضه، ولازم كلنا نعمل تحليل فيتامين د، عشان لو الفيتامين د اقل من 25 او اقل من 20 لازم الجا اخد فيتامين د على طول ما استناش. طيب اخر حاجه بناكد عليها ان الكورس ده موجود من خلال الارقام اللي هي على الشاشه، لو اي حد عنده استفسار او رغبه ان الكورس يوصل له لغايه بيته مهما كانت المحافظه، صح كده؟ كل بنوصل لكل محافظات مصر بالتليفون، ومن خلال الارقام كمان بيبقى في متابعه دوريه للي عايز يسال عن اي استفسارات. بالزبط. يعني كويس بالزبط. جدا. وعندنا كمان صفحه على الفيسبوك اسمها بايوبيستا، نقدر نطلب الكورس او نسال عن اي حاجه احنا عايزينها يعني. ومفيش حد تاني بيبيعه، عشان بس ايه ما حدش يجي يقول لك ان ده نفس المنتج بس. شركة بايوناتشرالز فقط. نتأكد من ده لأن ده مهم. أنا الحاجة دي بتعصبني جدا بجد، بتلاقي كريمات وتلاقي حاجات أرقام تجيبيها من بره وحاجات زي كده وبتتباع بربع الثمن، فحضرتك وانت بتوفر ربع أو بتدفع ربع الثمن بس اعرف ان ده ممكن يسبب أمراض بعد كده لما هتتعالج منها، هتتعالج وهتدفع أضعاف أضعاف الثمن الحقيقي. ده بلس ان أصلا الكورس احنا بنتكلم عنه أصلا كورس فعلا في متداول، يعني الجميع كل الدخل يعني حتى لو زي ما
بيسأل كده، الدخل القليل العالي صح. المتوسط كله يقدر ان هو يحصل عليه. دكتور دينا نورتينا كالعادة، الفقرة والحلقة كلها خلصت حبيبتي. والنهاردة متوقعة فرنسا ولا الأرجنتين؟ فرنسا إن شاء الله. فرنسا. نشكر حضراتكم على متابعتنا، والنهاردة أكيد يوم حاسم للعالم كله بيترقب هذه المباراة. بالتوفيق إن شاء الله لكل يعني مشجعي المنتخب ده والمنتخب ده. بس هرجع أقول تاني، أنا أتوقع فرنسا. هنيجي بكرة ونشوف مين اللي كان توقعه صح. مع السلامة، نشوفكم بكرة إن شاء الله.